يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الناس يقرأ كل يوم سورتي ياسين والواقعة ويقول إن فيها فضائل دنيوية وأخروية، فهل هذا وارد؟ لا أعلم أن هذا وارد. اللي يقرأ في اليوم في المساء والصباح هو سورة الإخلاص وآية الكرسي، آية الكرسي وسورة الإخلاص المعوذتين الذي يقرأ في الصباح وفي المساء من باب الورد. أما قراءة الواقعة وياسين ما أعرف شيء منها. نعم.